تنويه هام. في البرنامج ده بنتكلم عن قصص وحكايات من الحياة العملية، وبنكشف تحديات وكذبات بعضنا بيكتبها. زي العادة بنسخر من عيوبنا عشان نتغير. احنا ما نقصدكش انت، ايوه انت اللي هتقول ازاي بتقوله عليا كده. لا انت جميل، انت بتعمل شغل عالي. انا بشتغل 24 ساعة في اليوم، انا ما بنامش. الجملة دي هتسمعها من ناس كتير، وحد تاني هيقولك انا بقالي سنين ما شفتش اصحاب زمان، وحد تاني هيقولك انا نسيت شكل عيالي. هتسمع الجمل دي كتير على مدار حياتك العملية، من ناس بتقولها على سبيل الافتخار وكأنهم محققين انجاز عظيم في حياتهم العملية. لكن بصراحة التلات او اربع جمل دول ممكن يكونوا ملخص لكل اللي احنا مش عاوزينه يحصل ابدا في حياتنا العملية. يا مرحب في شغل عالي، البرنامج المصري جدا اللي بيتكلم عن الشغل وبيئة العمل بطريقتنا احنا، بطريقة مصرية جدا وحاجة تشبهنا. فكل مرة هنتكلم عن شغلانة بعينها، هنروح ونشوف واحد من كبارات الشغلانة ونرجع نكشف أشهر 10 كذبات بيكذبها أحيانا الشخص اللي بيشتغل في الشغلانة دي، وأشهر 10 تحديات في حياته، ونرجع نبص مرة تانية على المستقبل ونشوف مستقبل الشغلانة. تخيل نفسك وسط زحمة عربيات بتحاول تشوف أي صرفة علشان تروح شغلك أو بيتك. جملة قالها أبو التسويق الحديث فيليب كوتلر، وهو بيشرح للشباب إزاي يبتكروا ويطوروا مهاراتهم علشان يتغلبوا على منافسين السوق. أفكار كوتلر في التسويق حاضرة لحد دلوقتي، خصوصاً مع زحمة السوق بآلاف الأفكار عن تسويق المنتجات والخدمات الجديدة. كل لحظة فكرة تسويقية جديدة بتتولد، يمكن تفشل ويمكن تنجح، بس الأكيد هو إن الإبداع والابتكار سمة أساسية للشغلانة. البحث عن الأفكار المترقعة مجهود مستمر، وكل يوم الشركات بتدور وسط كوم قش على فكرة تسويقية جديدة تخلي الناس تتحمس وتشتري المنتج حتى لو مش محتاجاه. أغرب الحكايات اللي قاله مدير التسويق في جوجل دان كوبلي على مسرح تيدكس لما فاجئ المتابعين بواحدة من قوانين الفيزياء لنيوتن تم الاستفادة بيها في التسويق، وخلت شركة تنزل أكتر من منتج في السوق بعلامات تجارية مختلفة. والنتيجة الشركة الأم حققت مكاسب أكبر وتواجد أقوى في السوق لسرعتها في الانتشار وتلبية احتياجات الجمهور. التسويق دلوقتي بقى احلم واتمنى، أي فكرة تقولها هتترصد بوسائل كتير، منها موبايلك، وانت ما عليك إنك تختار وتشتري. وزي ما التكنولوجيا سهلت خطط التسويق، إلا إن المنافسة ما زالت مستمرة، مين يعرف يشد انتباهك الأول؟ شغل عالي شغل عادي. في كذبتين كبار اتصدروا لنا وصدقناهم بمنتهى السذاجة. الأولى إن اللي ينجح في حياته لازم يضحي بحياته الشخصية، والتانية إنه ما ينفعش تتكلم عن النجاح والتحقق من غير ما تتكلم عن الشهرة والفلوس. تخيل بقى ان الموضوعين دول اصلا مناقشتهم مهمه انتحاريه، لدرجه انه في الدراسه سالوا مجموعه من شباب مواليد الالفينات، وانا غالبا كل اللي معايا النهارده مواليد الالفينات، صح؟ في 90، ده انتوا كبار، بس في كتير قوي الفينات. معظم مواليد الالفينات، وانتوا صححوا لي طبعا، قالوا انه اهم اهدافهم في الحياه العمليه معظمهم اختاروا الشهره او الفلوس. موافقين؟ لا بكلام واقعي، موافقين؟ الفلوس. حد قال لي الفلوس. فدي نتائج الدراسات، يعني الناس حطت المفهوم ده بصراحة، يعني ما احنا هي دي النماذج اللي تقدمت لنا. فيعني بس انا عايزاكم تدعوا لي، لان انا النهارده جاي اكلمكم في حاجة تانية خالص. جاي اكلم عن ازاي انبسط. انا عايز استمتع بحياتي وعايز استمتع بشغلي،
وعايزه اتكلم في حاجه غير الشغل والفلوس، ينفع؟ يعني خليكم معايا، خدوني على قد عقلي النهارده. الحياه اللي من بعد التخرج، احنا دايما نقعد نقول كده ان من بعد التخرج بتبتدي حياه تانية. بعد التخرج حياتك بتتقسم لثلاث حاجات زي ما احنا دايما بنقول هنا في البرنامج، ويبقى عندك تلت حياتك في الشغل، وتلت حياتك لازم مع عيلتك في البيت، وتلت حياتك التالت العلاقات الاجتماعيه. ده في النظريه، لكن حرفيا بقى الشغل مهم لدرجه انه بيأثر على كل دول. وده مش معناه يعني ان كلنا بنقضي وقت طويل في الشغل وما بنحسش بانجاز، لكن مفهوم الشغل نفسه هو جزء من التحقق. احنا اتخلقنا كده عشان نعمل، نشتغل، نعمل حاجه، طبعا لاسباب كتير، لكن عموما احنا مخلوقات معقده بجد. يعني احنا عايزين ننجح اكيد، صح؟ بس مكسلين نشتغل. احنا عاوزين فلوس بس الشغل تقيل على قلبنا، وعايزين نشتغل بس روحوني بسرعه. احنا كلنا كده. الحاجه المزعجه والحاجه المخيفه جدا انه مش بس فكره الثقافه دي، او ان احنا عايزين حاجات لكن مش قادرين عليها. في حاجه اسمها السلوك السلبي في الشغل. مش بس السلوك السلبي، يعني ايه السلوك السلبي؟ يعني انت ساعات تلاقي الناس بتعمل حاجات وحشه، بتشتغل، شكلنا بنشتغل بس بنطلع نتيجه وحشه، ضعيفه، قليله. اي حد فينا اتعامل مع موظف بيشتغل بنص نفس، فاهم قصدي؟ فاهمين قصدي؟ هو ممكن يعملها احسن ويعرف يعملها احسن، بس هو ما بيعملهاش احسن. ده الموقف السلبي تجاه الشغل. يعني لو سالت واحد من الزهقانين دول وقلت له ايه رايك في الشغل، هيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، او هيقول لك ما اكل العيش مر، او هيقول لك والبنات يعني ما تزعلوش مني، او البنات هتقول لك ايه انا مش عايزه اشتغل، انا عايزه سبونسر لحياتي. والحاجات دي بنقولها حتى لو بهزار يعني، بس هو بصراحه هزار مرعب، لانه اللي احنا بنقوله خلانا بائسين في شغلنا. رؤيتنا للشغل بشكل عام اتشوهت في الغالب قبل ما سلوكنا، صاحبنا اللي سلوكه سلبي في الشغل ده بقى سلبي، هو اصلا كان عنده حاجه اسمها موقف سلبي. الموقف يعني القناعات، افكارك، انت بتفكر في الموضوع ده ازاي، وبناء على افكارك انت بتتصرف. طبعا الافكار دي احنا في الغالب يا حرام 90% مننا بيتاثر بالحاجات السلبيه دي من السوشيال ميديا، فاحنا بنقول لبعض حاجات ونصدقها، نقول ان الشغل ده متقيل، ونعمل النكت الكتير عن الشغل، لا اوكي نهزر. بس لما بتتحول لافكار فبتترجم فورا لسلوك سلبي جوه الشغل. وعشان كده المجتمعات بقى اللي قررت انها يا جماعه الناس لازم يبقى سلوكها ايجابي في الشغل، قررت تغير سلوك الناس. فلو موقفك ايجابي هيرجع لك حاجه اتسرقت مننا كلنا في الشغل، المتعه، الانبساط. ولما بفتكر الانبساط في الشغل بفتكر على طول عمرو. عمرو واحد من الناس اللي انا بحب اشوفهم كتير، بينور في دماغي جدا. عمرو مسؤول عن فرع لمحل مشهور كده بيبيع احذيه، فانا كل ما احب اروح اشتري من المكان ده لازم اروح واطمن ان عمرو موجود هناك. عمرو مبسوط، هو مش بيعمل حاجه زياده، هو بس مبسوط. فمن كتر ما هو مبسوط فبيقعد يفرجنا حاجات حلوه ولطيفه، وهو خلاص حافظ الناس اللي بيروحوا له، وهو بندفع كده بيروح يقلب الجزمه يعمل فليب كده عظيم زي بتوع الايس كريم، فهو مبسوط. فلما بروح غالبا بشتري اضعاف اللي انا كنت ناويه اشتريه بس عشان عمرو مبسوط. فاحنا فاكتشفوا كمان الناس او العلماء اللي درسوا سلوك الناس ان اللي مبسوط في شغله انتاجيته اكتر، وبالتالي غالبا سعره اغلى، بيكسب اكتر. عمرو نموذج ممكن يقول لك انه قصاد الف نموذج تاني لناس زهقانه ومش طايقه روحها في الشغل، انه في ناس كتير بتحب شغلها وبتعرف تبقى مبسوطه في الشغل وبالتالي انتاجيتها اعلى. الدراسات بقى قالت نفس الكلام ده، قالت ان موظفين خدمة العملاء بالذات خدمة العملاء اللي مبسوطين انتاجيتهم اعلى بنسبة 13%. ومش بس بقى بنتكلم على الحتة اللي هي ليها دعوة بالانجاز والانتاج، لكن كمان بالانسانية. احنا اتفقنا انه تلت حياتنا في الشغل، فانا كبني ادم تلت حياتي هي دي، تلت انسانيتي. فعشان استرد انسانيتي لازم احس ان انا بعمل حاجة ليها قيمة. واعملها ازاي وليها قيمة وانا مش مبسوط؟ نرجع لنفس الفكرة. عشان كده بقى خبراء الاستشارات الزوجية ناس شاطرين قوي دايما يقولوا للزوجة اللي جوزها عنده مشاكل في الشغل او ساب شغله او استغنوا عنه وهو في مرحلة صعبة كده، يعني تحاول تقلل اي خلافات او ما تاخدش قوي على كل انفعالاته، لانه غالبا احساسه انه مش متحقق دلوقتي مضايقه، فبتلاقيه شخص علاقاته فيها مشاكل.
السؤال بقى عشان نجيب من الآخر، إزاي أبقى سعيد يعني في شغلي؟ في خمس حاجات بحسب واحد من أشهر الكتب اللي اتكلمت عن الموضوع ده، إني إزاي أبقى سعيد. Happier Now. Happier Now ده كتاب عن بيئة العمل، ومؤلفته كتبت خمس خطوات عشان إزاي تكون سعيد في شغلك. إحنا اتفقنا إن السعادة إيه؟ قرار ولا بالحظ؟ قرار. شكرا جدا. احنا قررنا نبقى مبسوطين، فهي قالت شويه نصايح كده، انه ابتدي ليومك بحاجه ليها دعوه بالروتين. عارفين الناس الكبار لما كان يصحى لازم يشرب القهوه بتاعته او الشاي ويقرا جورنال ويسمع مزيكا. في الناس اللذيذه دي هم كانوا اسعد مننا بكتير، عشان في روتين لطيف لنفسي بعمله، عشان غالبا كانوا بيصحوا بدري شويه زياده. احنا بنصحى متكركبين ومتاخرين ومش طايقين نفسنا ولا طايقين الشغل. الحاجة التانية قالت خد قرارات أقل كل يوم. لو أنت بتشتغل شغلانة صعبة خد قرارات أقل، يعني ما يبقاش النهاردة أنا ورايا قرارات كتير جدا، من أول هلبس إيه فمش لاقي هدومي، وقرار إن أنا هروح إزاي فمش مرتب حياتي، وهعمل إيه لو أنا شخص في إيدي إن أنا أرتب يومي هعمل فيه إيه النهاردة. خد قرارات أقل، خلي في حاجات متخططة وحاجات روتينية. قالت كمان ساعد زمايلك، لأنه إحساسك وإنت بتساعد حد بيعلي كده الانبساط والسعادة، وبيخليك حاسس إنك ليك قيمة. ما إحنا اتفقنا إنه هو الشغل أصلاً معمول عشان نتحقق. قالت كمان حاجة ظريفة جداً اسمها المكاسب الصغيرة، يعني لو أنت كل يوم رجعت كسبان معلومة، كسبان حاجة اتعلمتها، حاجة جديدة ما كنتش تعرفها وعرفتها، دي اسمها المكاسب الصغيرة، ودي في الغالب بتخلي الناس مبسوطين أكتر في شغلهم. وحتى لو كانت المكاسب دي علاقات، في ناس شغلها يقولك أكتر حاجة بحبها في شغلي إن أنا بقابل ناس جديدة كل يوم. وأخيراً نصحت وقالت اكتب حاجة واحدة إيجابية حصلت معاك مع نهاية كل يوم، لأنه إحنا عقلنا خبيث جداً، خبيث يعني بيفتكر جداً الحاجات السلبية وبينسى كتير الحاجات الإيجابية. عشان كده دايماً ينصحونا أنه الحاجات الحلوة اكتبوها، الحاجات الوحشة إحنا كده كده فاكرينها. على كل حال السعادة أن يكون عندك حاجة تعملها وحاجة تحبها وحاجة تتمناها. تعالوا بسرعة أخدكم معنا ونشوف ونسمع من واحد من كبارات مهنة التسويق. التسويق لغتها صعبة، لكنها مزيج من التخطيط والدراسة والفن والقدرة على مواكبة التغيير. دكتور محمود عثمان واحد من دجال التسويق اللي حققوا نجاحات على مستوى الصناعة والأرباح، قادت شركتهم إلى مكان ومكانة رائدة. يؤمن جداً بتعدد المهام، ويعرف متى وكيف ولماذا يجب أن نتطور. دكتور محمود عثمان صاحب التاريخ الطويل متعدد المهام والمناصب، إحنا لما نيجي نتكلم عن التسويق إحنا عارفين إننا بنتكلم عن واحدة من أصعب المهن. صحيح. بس بعد السنين الطويلة دي ينفع نبدأ ونسأل حضرتك إيه اللي بيخلي عملية التسويق عملية صعبة كده ومعقدة؟ هل السوق ولا اللي بيشتغلوا فيه ولا توقعات الناس ولا ايه بالظبط؟ الأول أهلا بيكو، مشرفينا. مهنة التسويق مهنة مش سهلة، مهنة معقدة كما حضرتك قلتي، ولكنها ممتعة جدا ومجزية جدا. التسويق صعوبته إنه عايز مهارات كتير، بيسموها بالإنجليزي wear different hats، يعني لازم يبقى عندك قدره تحليليه، بس قبعات مختلفه، قبعات مختلفه وقدره على فهم الناس، عشان لازم تفهم الناس عشان تعرف تخدمهم كويس. التسويق مهنه عظمتها انها تلاقي العلم والفن سوا، وده موضوع مش سهل ولكنه ممتع جدا. التسويق كمان مهنه مجزيه. تصوري حضرتك لما تفكري في منتج وتنتجيه او تشرفي على انتاجه، والمنتج ده في ذهنك انه بيخدم ناس كتيره، والمنتج ينجح وتلاقيه موجود في عشرات الملايين من البيوت المصريه،
يعني حضرتك كمان بتقول على العائد المعنوي العائد مش بس المادي. كده العائد المعنوي. كارير التسويق كارير مجزي علشان اقرب الناس للحصول على المناصب العليا. يعني على الاقل في الكارير انا فيه انا يعني بقى لي فوق 30 سنه في شركات صناعيه في كارير بنسميه المنتجات عاليه الدوران اف ام سي جيز. اقرب الناس للاداره العليا هي رئيس التسويق. فده مجزي جدا لانه مرتبط طول الوقت بالعائد مش كده؟ لانه مرتبط طول الوقت باللي بيكسب الشركه اللي هو المستهلك. احنا اقرب الناس ليه واقدر الناس على فهمه وبالتالي عمل منتجات وخدمات بصفه عامه تحوز على رضاه. اللي حضرتك بتقوله ده يعني لو نزلنا كده على الارض هتلاقي في خناقه ثانيه ولازم اسال حضرتك فيها. تحت امرك. انه دايما كأن بيتصدر لنا ان في منافسه طول الوقت بين المبيعات والتسويق، والمبيعات دايما يقولوا احنا الورقه الرابحه في الشركه، لكن التسويق يشوفوا نفسهم ان احنا العقل المفكر. طيب هي مش خناقه ولا حاجه، هي تنافس بين بين قطاعين من المفترض ان هم يخدموا الشركه. البيع يبتدي من منتهى اليه التسويق. التسويق بيبتدي من فهم الناس زي ما بقول وعمل what we call concepts اللي هي مفاهيم لمنتجات، وبعدين التسويق اشتغل مع إدارة التطوير عشان يعمل المنتجات دي، ثم إدارة التصنيع عشان ننتجها بالكفاءة المطلوبة، وثم مع إدارة الفاينانس عشان نسعر صح، نسعر عشان نكسب، وبعدين ندي هذا الوليد الغالي لإدارة البيع. فهي عملية متكاملة، كل الإدارات مهمة، انما نحن نزعم ان التسويق يعني ان البيع يبدا من التسويق، يعني يبدا من منتهى للتسويق. امتى نقول التسويق محبط من المبيعات؟ السؤال جميل. لو في تقديرنا انه المنتج يستحق اكثر من هذا انتشارا ونرى عدم تركيز نسبي من اداره البيع. التسويق انه حضرتك بتحول القيمه الى عائد مادي. لكن احيانا كتير بنلاقي انه وانا مسؤول عن الكلام ده، يعني انه في ناس كتير بتمتهن التسويق وبتنجح احيانا في حملات تسويقيه بدون قيمه تذكر. دول سر الخلطه فيهم ايه؟ هل هم شاطرين قوي انهم عملوا كده واقرعوا الناس وباعوا لنا حاجه ملهاش قيمه قوي او منتج رديء، ولا السر فين؟ هقولك في الاخر لا يصح الا الصحيح. في مثل يقول لك انت ممكن تضحك على بعض الناس لبعض الوقت، انما في الاخر الحقيقه تسود. لو منتج رديء مهما كنت شاطر في الاخر الحقيقه بتتعرف، والمنتج الرديء مع تجرال التجربه من الناس هيقولوا لا حضرتك كذاب، وبالتالي تفقد المصداقيه، واذا فقدت المصداقيه فقدت كل شيء. ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لانه في سوق مفتوح وفي مجتمع مفتوح طول الوقت في الجيد والرديء. صحيح. وحضرتك قلت نقطة مفتاحية، فكرة إذا فقد الثقة دي كده احنا في مشكلة كبيرة. مظبوط. يعمل إيه الشخص اللي عنده نوايا جيدة، الشخص اللي بيشتغل في مجال التسويق في قطاع فقد المستهلك في الثقة في هذا القطاع بشكل عام؟ في إحصائية كده دكتورة بتقول الآتي، المستهلك أو العميل السعيد بيقول تجربته السعيدة لاثنين أو ثلاثة. العميل الغاضب بيقول تجربته السيئه ل 13 او 14 فرد. وفي مثل اجنبي يقول لك once careless twice stupid، يعني اوعى تغلط غلطه غلطتها تاني غلطه نتاج اهمال هتدفع ثمنها كتير، ولو غلطت غلطه تانية فانت احمق وكده هتقفل، مش هحب يتعامل معاك كده هتقفل خلاص. العميل الغاضب دي حاجه موجوده وكل اللي بيشتغلوا في التسويق واللي بيسمعونا النهارده عارفينها ومجربينها، لكن العميل المحبط كمان يمكن برضه بسبب انه صناعه التسويق زي ما حضرتك قلت صناعه مغريه جدا وفيها فن جدا، فاحيانا الفن واستخدام الفن بيرفع سقف توقعات الناس للسماء، وبنيجي نتعامل مع المنتج احيانا ما نلاقيش ما توقعنا. ده صح؟ دي شطاره؟ لا مش صح. المفروض الاكسبكتيشن يوازي الدليفري. انا بحب يتوازن بين الكليم والدليفري، يعني ما تقوله وما تؤديه، أو في مثل إنجليزي برضو يقول لك promise less deliver more.
عشان العميل لما يشوف الخدمة أحسن مما توقع. ده بيبقى موضوع إيجابي جدا. الماركتينج ميكس أو الخلطة التسويقية وإحنا عارفين إحنا بنسأل مين، إحنا عارفين حد صاحب نجاحات وسجل حافل من النجاحات، اللي مشتغلين في التسويق الصغير واللي في أول طريقه ينفع تغششوا كده الخلطة الحلوة، الخلطة التسويقية اللي ممكن تحطوا على أول الطريق؟ الخلطة التسويقية أو المزيج التسويقي زي ما بيقولوا هم أربع أركان رئيسية بنسموها بالإنجليزي الفور بيس، اللي هو البرودكت اللي هو المنتج، والبرايس تسعيره كيفية تسعيره، البليس كيفية توزيعه، والبروموشن كيفية ترويجه. شوف احنا استخدمنا لفظ اسمه ماركتينج ميكس أو المزيج التسويقي، يعني لازم الأربع عناصر دول ينسجموا معا. أخطر ما فيهم لو حضرتك سألتيني أقول لك البرودكت اللي هو المنتج نفسه وكفاءته ومدى جودته، ودي التخشيشة بقى علشان لو المنتج محترم في كفاءة أدائه سهل ترويجه وسهل تسعيره، عشان الناس هتلاقي قيمة مضافة. لو حضرتك طالب سعر يعني عالي شوية هيقول لك والله الغالي ده منه فيه صح. عشان البرودكت ديليفرد، والتوزيع سهل عشان مع الوقت المنتج الجيد بيبيع نفسه، تلاقي التاجر هو اللي بيكلمك عشان عايز منتجك. حلوة. يعني مش من حق، وبرضو هستخدم لغة السوق، مش من حق صاحب المال إذا قلنا يشيل المسؤولية لقسم التسويق إذا كان المنتج نفسه مش كويس. أو هسأل السؤال بالعكس، هل قسم التسويق رأي أو قول في المنتج نفسه في البرودكت زي ما حضرتك قلت وفي تسعيره، لأن دي حاجة نادرة ما ممكن تحصل؟ طبعا ده فن. ده في قلب مسؤولية التسويق، بس في الشركات حضرتك إن هم بيزنقوهم في حتة البروموشن، وده غلط، وده غلط قاتل. علشان أساس التسويق فكرته قائمة إنك تنتج ما يمكن تسويقه وبيعه، وليس تحاول تسويق ما أنتج سلفاً بعشوائية. وبالتالي التسويق بيبتدي من أول ما بنقول يا منتج فكرته إيه، والكونسيبت بتاعه إيه، اللي أنا إيه المعنى اللي بعيد وأزيد فيه ده، وعناصر تكلفته إيه، ومدخلات إنتاجه إيه، كل الكلام ده تسويق. مش بس فكرة إنه منتج موجود ياخدوا بقى إدارة التسويق عشان إيه يحاولوا يصرفوه، ده خطأ قاتل. في مصر يا فندم تسمعي مقولة كتير كده يقول لك احنا عندنا هنبيع المنتجات دي محلي واللي فاضل هنصدره. ده قول غريب، علشان التصدير ده سوق لوحده بمعايير لوحده ومستهلك قد يختلف تماما عن المستهلك المحلي، وليه طلباته وليه أذواقه وليه أحجامه. فكل سوق يجب أن يدرس، ونقول ايه اللي هنعرف، ده كل ده شغل تسويق، ايه اللي هنعرف نبيعه فننتجه وليس العكس. ما ينفعش ابقى مع حضرتك وما انتهزش الفرصه واحنا بنتشارك يعني معظمنا احساسنا بالغيره، مش بس الحب للبلد، لكن احنا نحس ساعات انه نغير عليها طبعا، وبحس انه ناس كتير قوي بتستخدم الجمله دي، انا بغير على مصر طبعا. فمن دافع الغيره عايز اسال حضرتك، هل احنا نقدر نسوق مصر كبراند عظيم ودوله كبيره واحنا شايفين مميزاتها وقدراتها بطرق جديده؟ الاجابه قولا واحدا مصر تستحق أكتر كتير قوي من كيف يراها العالم، من كيف يراها العالم. لسه إلى الآن الصورة المترسخة هي الجمل والنيل وإحنا مش كده خالص. ومصر دلوقتي يعني بأمانة وموضوعية بنقفز قفزات كبيرة جدا في مجالات كبيرة، ويصح تسويقها بشطارة وباحترافية. مثلا يا دكتورة، إحنا تقديرنا يجب أن نكون من أكبر 5 بلاد في العالم في استقبال السائحين. هدف مشروع، ده مكاننا. لو أسبانيا بيجي لها 90 مليون بني آدم لا يجب أن يكون طموحنا أقل من هذا. ومصر عندها من الكروت ومن المزايا التي يجب استخدامها بشطارة في حملات تسويقية متكاملة
علشان ناخد حصتنا العادلة في هذا السوق الضخم. بما ان حضرتك بقى جبت سيرة السياحة وانا كنت متأكدة يعني بفكر قلت اكيد طبعا في التسويق في حاجة اسمها اليوزر اكسبيرينس او خبرة المستخدم، فهل احنا محتاجين نشتغل على الخبرة اللي الناس بتعيشها في مصر، وهل في التسويق ما يخدم التفاصيل يعني الصورة العامة اكيد في صالحنا، هل في حاجة ممكن تخدم التفاصيل؟ علشان السايح يجي ويتبسط ويتكلم علينا كويس لازم المنتج نفسه يبقى consistently high، يعني كل التفاصيل اللي بتؤثر في تقييم السائح على جودة زيارته لمصر المفروض يعني تناقش سلفا، ويبقى عندنا معايير كده نقول لا يجب أن يكون في المجمل العام الاكسبيرينس بتاع السايح في مصر تقل عن 9.5 على 10. أوكي. ونشوف احنا بعاد 9.5 ان ما كانش 10 كمان، خد بالك بعاد فين ونحسن. القصة مش تسويق خدمة ضعيفة او قبول خدمة ضعيفة ونسوقها، الشطارة ان احنا نعلى بالخدمة ونعلى بالاوفرول اكسبيرينس وبعدين نصدر الصورة دي للعالم كله. من ضمن الحاجات اللي برضو مش عايزة أنهي الحوار من غير ما أسألك عليها، دايما يقولوا أنه في ناس شاطرين جدا مهنيا لكن بيعرفوش يسوقوا نفسهم، ونستخدم الكلمة دي، والعالم كله بيستخدم البيرسونال براندينج، إزاي الشخص يعمل من نفسه براند أو منتج، وإلى أي مدى دي مهارة ينفع كل الناس تبقى عندها؟ الشخص، وحندي مثل، نقول مثلا محمد صلاح وهو فخر مصر والعرب. محمد منتج ومنتج عبقري، إنما يصح أن يوكل تسويقه لمحترفين. يعني مش مطلوب من الشخص أنه يبقى عبقري في مجاله ويبقى محترف تسويق. هنا بقى اللي يقوله مدير الأعمال، مدير الأعمال في القلب منها هي مدير تسويق، إن إزاي البراند اللي اسمه محمد صلاح يصح ان يبقى فيه محترف خاص بهذا البراند، وازاي نقدر نعلى بيه ونسوقه علشان البراند اكويتي بتاعته تصل للماكسيمم بوتنشال بتاعها من غير يعني نستخدم مرادفات اجنبيه افضل كتير. يعني افضل لصالح البراند، يعني مش مطلوب من كل النماذج الناجحه انها تسوق نفسها بنفسها، لا مش بنفسها دي لا، انما مطلوب انه يعي ان هو براند له قيمة، ادي حق تسويق البراند ده لمحترفيه. في آخر كل حوار مع النماذج المميزة والعظيمة اللي زي حضرتك كده بنقعد بنحب نسألهم عن بعض الكلمات، وقولي حضرتك في جملة واحدة وقعها عليك ايه؟ تحت أمر. النجاح. النجاح يا دكتورة حاصل زواج عنصرين مع بعض، الرغبة والقدرة، لازم الاتنين يبقوا مع بعض، لو فقد واحد النجاح يعرج، يبقى حلم يعرق، ما ينفعش. لازم يبقى عندك رغبة سميها زيل يعني passion، ولازم يبقى عندك القدرة. الفشل تجربة وبداية نجاح. الشغف. الشغف ضروري لأي نجاح، من غيره يفقد النجاح وقوده. العيلة. العيلة الدفع. الشراكات. الشراكات نسب، في شراكات ينتج عنها نجاحات وشراكات بتبقى سامة، والأصل في نجاح الشراكات توافق الرؤى بين الشركاء المحتملين، وتوافق بسميها الفاليوز، يعني الاتنين يبقى عندهم كومن فاليوز، بمعنى من غير ما تفلسف كتير معايير واحدة. في شركات بتدي مساحات عريضة لموظفينها وتثق فيهم فنيا وماليا، وفي شركات تانية تقول لك لا أنا أقسم المسؤولية على عدد كبير من الناس وكل واحد مسؤول عن حتة صغيرة وصلاحياته المالية صغيرة. إذا تشارك هذا مع هذا اختلاف الكالتشر يغرق. لازم الشراكات تبقى هوموجينيس، عشان يعني كده حضرتك قلت نسب، عشان كده ناس نبقى شبه بعض. مظبوط مظبوط. اخيرا الوطن. الوطن احنا قلنا العيله حضن مش كده ودفى. الوطن هي العيله الكبيره. انت بلا وطن يتيم. انا بشكر حضرتك قوي لانه حضرتك من الناس اللي حقيقي عندها قصه نجاح كبيره وعظيمه، وواحد من الناس اللي بتعمل شغل عالي.
أنا تشرفت يا دكتورة وسعدت جدا باللقاء وتحياتي وتقديري. شكرا. وزي ما سمعنا كده، مديرين التسويق او الماركتيرز بحسب لغه السوق ناس بتاثر جدا جدا وبتحقق نجاحات كبيره، والا ما كانتش كل شركه دورت على الشاطر فيهم. بس هو اللي مش شاطر بيبقى ساعات عنده كدبات كتير، فهقول لكم بقى بعض الكدبات اللي احيانا بعض الناس اللي بيشتغلوا في مجال الماركتنج ممكن يعملوها معاك. الكدبه الاولى، لو قال لك ان الخطه دي البلان مبنية على specific data، واعذروني لو استخدمت الانجليش بس هو بيقولها كده عشان يحسسنا يعني ان الموضوع مهم. فلو قالك ان الخطة مبنية على معلومات دقيقة وانه التحليل بيقول كذا، اعرف ان هو بيكبر الموضوع. هو غالبا البيانات قليلة جدا، فهو بنى البلان على ذوقه الشخصي، ما تصدقش اكتر من كده. الكذبة التانية، لو قالك ان الخطة دي، الخطة التسويقية يعني بلغة بتوع التسويق اسمها الخطة، الخطة التسويقية دي اتعملت مخصوص عشانك. لو قال لك كده مدير التسويق، قول له بس طب افتح لي الخطة التسويقية لأي منتج تاني عندك وشوف انه في 99% تشابه ومغير اسم المنتج. الكذبة التالتة بقى، لو انت اختلفت معاه فرد عليك وقال لك انا برضي العميل، اعرف ان ما عندوش اجابة تانية، يعني ما هو انت مش عاجبه وهو مش عاجبك، فهو بيقول لك ده مشتغل عشان واحد تالت اللي هو العميل. الكذبة الرابعة، لو قالك ان الخطة التسويقية دي البلان هتحقق 100% من العائد بتاعها، هو هيقولها لك بلغته دي 100% ROI او العائد على الاستثمار 100%. 100% ده يبقى كان كل الناس بقوا اسعد ناس في العالم. الكذبة الخامسة، لو قالك انه صدقني وخدها مني التكلفة الاجمالية للموضوع كله كده من الاول والاخره هتبقى كذا، اعرف انه ده الحد الادنى للمصروفات واللي غالبا هيطلع لك في نص السكه حاجات كتير قوي هتصرفها. الكذبه السادسه بقى، لو قال لك الجمله اللذيذه الرومانسيه جدا بتاعت حضرتك اهم عميل عندنا، اول ما يقول لك كده لازم تبص في عينه وتقول له قلت الكلام ده لكام واحده قبلي قبل كده، لانه في الغالب بيقول كده لكل العملاء. الكذبه السابعه، لو ابتدى يقرر ويقترح عليك حاجات تشتغل فيها، لو اقول لك هقول لك على موضوع تكسب منه آلافات من الدولارات، ما تصدقش ما تشتريش، كان عملها هو لنفسه. الكذبة التامنة، لو انت بقى واحد من التيم بتاعه وقال لك احنا الخطة بتاعتنا مبنية على قاعدة، عارفين العشرين تمانين؟ حد عارف القاعدة دي؟ بتوع التسويق كلهم بيقولوها لنا طول النهار، 20-80 اللي هو 20% من العملاء بيجي منهم 80% من الشغل من الدخل، احنا بقى بنعمل قاعدة 20-80. هو يقول لك كده في الأول، لكن في الغالب هتشتغل بقاعدة 100%، يعني هتشتغل على كل العملاء وهتجيب 20% من التارجت، ما تخليش أحلامك عريضة. الكذبة التاسعة، لو أنت عميل وسمعت منه حرف كده حرفين ورا بعض، يعني هيقول لك حرفين معروفين بنسمعهم وبنشوفهم مش بس في مديرين التسويق في الشركات الكبيرة لكن بالأكتر في التلفزيون. لو قال لك عرض، اعرف انه في كلمة عرض في فخ كبير، في حاجة انت ما تعرفهاش، اسأل وتأكد عشان تعرف ايه اللي ورا العرض، مفيش حد عايز يدينا هدايا ببلاش. الكذبة العشرة، لو انت مديره لو حبيت تسأله بقى ليه المبيعات مش كويسة، مدير المبيعات المخضرم لازم يرد الرد ده في كل الشركات الكبرى والمؤسسات، هيقولك المشكلة عند المبيعات مش عند التسويق. لكن برضو في الحقيقة رغم كل الحوارات والمحاولات لأننا نخبي نص الحقيقة، الوظيفة دي أو الشغلانة دي مليانة تحديات. تعالوا شوف تحديات مدير التسويق. شغل عالي شغل عالي. مدير التسويق بقى اللي احنا شايفينه شخص شاطر كده وبيعرف يقنعنا بكل حاجة وبيقولنا حاجات يعني ممكن يبيع لنا أي حاجة، لكن حياته بجد مليانة تحديات، وأول التحديات دي هي موضوع الإقناع. هو شغلته إنه يقنعك بالذي لا يقنع به، يعني عارفين لو رحت انترفيو كده وقالك بيع لي القلم ده،
هو يحسسك ان القلم ده بيكتب لوحده، هو دي شغلته، لو معرفش يعملها هيبقى بره الشغلانة، شغلانة حقيقي صعبة. التحدي التاني بقى انه هو التسويق اصلا مهنة صعبة جدا، لانه اذا كنت بتسوق خدمة فانت يا حرام يعني كأنك بتكفر عن ذنوبك لو بتسوق للناس خدمة، لأنك مش بتبيع له حاجة يمسكها في إيده، هو أنت بتحاول تقول له أنت هتدفع فلوس عشان حاجة مش هتروح بيها بيتكم. لكن عارفين بقى لما ننزل نشتري هدوم كده الله، بص إحساس جميل لطيف. لكن لو بتسوق خدمة حاجة مش ممسوكة بالإيد، دي مهمة صعبة جدا. التحدي التالت أنه مع كل فكرة جديدة أو فكرة مجنونة مخاطرة، مخاطرة كبيرة جدا. وزي ما سمعنا من دقايق، الأفكار الجديدة أحياناً بتكسب الشركات ملايين، لكن المخاطرة كبيرة جداً، والمخاطرة هو لوحده اللي بيتحملها مش حد تاني في حالة الفشل طبعاً لا قدر الله. التحدي الرابع، هو شخص عادي بس موهوب طبعاً، لكن مطلوب منه طول الوقت يبقى بنك أفكار، يعني تقول له حاجة يقول لك فكرة دلوقتي حالاً، يعني الناس بتتعامل معاه على إنه جوجل الأفكار بتاعه. بالمناسبة جوجل، أنا عندي حد صديقي بتعامل معاه لأنه جوجل، مش عايز أقول اسمه دلوقتي. التحدي الخامس، تحديداً المعلومات والبيانات، لأنه التسويق مهنة شطارة اللي بيشتغل فيها أنه يبقى عنده معلومات صحيحة، والمعلومات دي بتودينا القرارات، والمعلومات قليلة جداً جداً في أحياناً كتير. التحدي السادس، أنه مطلوب منه دايماً مهما كانت ظروفه مهما كانت مشاكله أنه شخص يبقى مبتسم وبيوزع طاقة إيجابية على كل الناس طول الوقت، ده مدير التسويق بتاعنا يا جماعة. التحدي السابع، بما إنك يعني لازم تبقى عندك أفكار مبدعة عشان تكمل في الشغلانة دي، بالمناسبة في ناس ممكن يبتدوها لكن عشان تكمل وتنجح لازم فعلا تكون شخص خلاق وعندك أفكار، ففي الغالب الموضوع صعب جدا، لأن اللي عنده فكرة جديدة وعايز يحميها ويسجل ملكيتها الفكرية صعب جدا، لأنه في الغالب أول ما قال الفكرة كل الناس اعتبرتها بتاعته. التحدي الثامن، لو عايز أي ماركتير كده يتضايق، أي شخص بيشتغل في التسويق يتضايق، قول له كلمة ديجيتال. ديجيتال غيرت حياة مديرين التسويق التقليديين بشكل كبير جدا، أو الرقمنة، التطور والتسويق الإلكتروني يعني، فغيرت حياتهم وعملت لهم تحدي جديد للناس اللي بتشتغل في المهنة دي بقالها سنين، إنهم لازم يدرسوا حاجات جديدة ولازم يتطوروا ويواكبوا التغيير السريع اللي بيحصل، زيها زي كل الشغلانات بس التسويق تحديدا في صراع ومنافسة كبيرة. التحدي التاسع، وطبعا مش محتاجة أقول لك إنه أي شخص بيشتغل في التسويق هو بينام وبيحلم بكوابيس فيها كده اللوجو بتاعة الشركات المنافسة، ولو عمل حملة جديدة فالخوف من أن الحملة بتاعته تفشل بيبقى أكبر تحدي في حياته، أو أن شركته مثلا تحقق خسائر بسبب فكرة هو تكرم وقالها. التحدي العاشر بقى حاجة لطيفة جدا، وهو أنه كل مديرين التسويق بيتاخد عنهم شوية انطباعات سلبية كده ويقولوا له أنت بتاع كلام، أنت هتقوله مش هتعمل، ويتهم بكل التهم الكتيرة. فلو هو شاطر فعلا عنده تحدي أنه يثبت للناس أنه مش كده وأنه بيعمل أحسن ما عنده، أنه فعلاً بينجح. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. المهندس حسام علي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاتورة لتسهيل وتطوير الأعمال التجارية والشراء بالآجل، استشاري سابق بشركة ماكنزي العالمية. أستاذ حسام، مهندس حسام علي، فعشان نقول أستاذ بعد كل الهندسة دي، بلاجر بجد. مؤسس شركة فاتورة، ويمكن فاتورة مش معروفة قوي لينا كمستخدمين أو للمستخدم الأخير يعني في حلقة التسويق، لكن النهاردة احنا نتكلم عن التسويق. احنا شايفين أن اللي انت عملته مستقبل أو قفزة ناحية مستقبل التجارة الإلكترونية، فأحكي لنا كده باختصار بتعمل إيه فاتورة؟ طيب الأول سعيد بوجودي وشكرا لاستضافتي. ليه فاتورة مش معروفة للمستهلك النهائي أو إحنا بنعمل إيه؟ إحنا شركة B2B، يعني إيه B2B؟ يعني من بيزنس لبيزنس تاني، من شركات لشركات أخرى، عشان كده المستهلك النهائي ممكن مش هيبقى عارفنا، بينما في الحقيقة إحنا الحمد لله أكبر منصة تجارية بيحصل عليها تعاملات
ما بين بيزنسز وبيزنسز ثانيه. احنا فكره فاتوره ايه؟ عندكم كام مستخدم لحد دلوقتي؟ بس عايزه الناس تنبهر معانا. احنا الحمد لله عندنا اكتر من 60,000 مستخدم. بمستخدم قصدنا اس ام اي او بيزنس صغير، بنتكلم عن اكشاك وبقالات وسوبر ماركتس بيستخدموا الابلكيشن بتاعنا. لا استنى اسمع، انا كده لدرجه الاكشاك والتجار الصغيرين جدا، يعني مين اول مصدر للمعلومه عندك في المنصه؟ المصنع او المصنع ولا المستهلك اللي عنده طلب معين بيدور عليه؟ مين الزبون الاولاني بتاعك؟ طيب خليني اشرح المنصه ان هي فيها جنبين، في جنب العرض وجنب الطلب. جنب الطلب اللي ممكن نبدا بيه هو تجار التجزئه، تاجر التجزئه في اي صناعه، يعني مثلا في صناعه المواد الغذائيه احنا بنتكلم عن الكشك، البقاله، السوبر ماركت اللي جنب بيوتنا. جانب العرض احنا بنتكلم عن المصنع او تجار الجمله اللي هو بيعرض بضاعته عشان يبيعها لتاجر التجزئه. بالظبط. فاحنا عندنا اكتر من 60,000 تاجر تجزئه عنده الابلكيشن، عنده فاتوره. حلو. وعندنا اكتر من 1000 مورد سواء مصنع او تاجر جمله بيعرض منتجاته على البلاتفورم. طبعا لانه فاتوره هي اول منصه اتعملت في مصر والوحيده، يعني فاتوره اكبر، يعني حاليا اكبر منصه انتشارا. اكشلي في منصات تانية اتعملت في مجال البي تو بي، بس احنا الحمد لله اكبر منصه انتشارا في مصر. يعني احنا موجودين دلوقتي يعني احنا حتى في التقديم كنا في 22 محافظه، احنا بقينا في 23 محافظه. هلو. موجودين في كل اقاليم مصر، في القاهره الكبرى، اسكندريه، دلتا، الصعيد. بدانا من ديسمبر 2019 فقدرنا نحقق الانتشار ده في سنتين بس. ده عظمه، ده شغل عالي. شكرا. طيب ايه الميزه التنافسيه او ايه الميزه اللي انا كتاجر تجزئه، خليني اقول ده المستخدم الاخير عندك، بيستفيد بيها من انه يستخدم المنصه؟ يعني انا اكيد كان في شركات وسيطه بتتعامل معي، واكيد صح. كانوا هم كمان بيدوني عروض. مظبوط. حليت انهي فراغ في العمليه التسويقيه؟ تمام. انا كمستخدم لفاتوره او كتاجر تجزئه اول حاجه بحلها لك انه شفافيه. يعني ايه شفافيه؟ يعني الطريقه اللي البيزنس كان بيتم بيها قبل كده لو ما بيحصلش اونلاين على حسب معارفك بالسوق، يعني انت عارف كام تاجر جمله بتتعامل معاه، عارف كام مصنع بيعدي عليك، فانت مرهون بالاسعار اللي بيديها لك، مرهون باتاحه المنتجات اللي عندك. اللي احنا عملناه فاتوره ان احنا غيرنا الواقع ده، خلينا ان انت تقدر تكتشف المنتجات اللي حواليك كلها، الموردين اللي موجودين، تقدر تقارن بين الاسعار في اي وقت، في ببساطه تطلب بطريقه كونفينينت او سهله جدا، وفي نفس الوقت تبقى عارف كل التغيرات اللي بتحصل في السوق حواليك. فده بالنسبه لنا ليه تاجر التجزئه بيستخدم المنصه. ده بخلاف ان المنصه بالنسبه لتاجر التجزئه هي مجانيه، هو بيخش يشتري بس، يتفرج، يقارن اسعار، يتعرف على موردين جداد ويشتري. وبعدين بالمعلومات اللي احنا بنقدر ناخدها من تاجر التجزئه دي او بحركه المنتجات اللي بيعملها بقدر اساعده كمان يحصل على تمويل، يحصل على تمويل من البنوك، يحصل على تمويل من المؤسسات التمويليه المختلفه علشان يقدر يشتري بضاعته بالاجل، اللي هو جزء كبير لا يتجزأ من التجارة في مصر. مش انك بتضمن فلوسه عند المصنع او المصدر الرئيسي، لا انت بتساعده في تمويل. بساعده ان هو حد يديله فلوس يشتري بيها بالاجل، او يمول الترانزاكشن، يمول التعامل بالاجل، ان هو يشتري البضاعة دلوقتي ويدفع بعدين بناء على تعاملاته على منصة، طلب مرة واثنين وثلاثة، كان ملتزم مرة واثنين وثلاثة مع الموردين على المنصة، فيقدر يبني زي كريدت هيستوري او تصنيف ائتماني جديد بشكل زي مختلف زي ما بيحصل في القروض الشخصيه. بالظبط كده. لو انت شخص بتدفع دايما الفيزا بتاعتك ومنتظم في ده فتقدر تاخد قرض او تبقى بالظبط تقدر تشتري بضاعتك بالاجل. حلو. والسوق ده 60% منه بيحصل تعامل بالاجل، بس بيحصل على حسب المورد اللي انت تعرفه. انا اعرف مورد معين ضمني بقدر اشتري منه بالاجل، بس ده معناه ان انا لازم امشي بشروطه، لازم امشي بالمده اللي هو بيحددها لي، بسعر الفايده اللي هو بيحددها لي، او سعر المنتج اللي بيحدده لي. اللي احنا عملناه برده ان احنا غيرنا الواقع ده بطريقه ان تاجر التجزئه بقى يقدر يتعامل مع اي مورد بالاجل بناء على معلوماته اللي بتحصل على المنصه. هو بيتعامل كتير، بيعرف، ملتزم بالدفع، فده يعمله زي تصنيف ائتماني كده او تصنيف فاتوره يقدر على اساسه ياخد تمويل بسهوله. مبسوطه جدا باللي انت بتقوله، وحاسه انه كانه تمصير لحلول عالميه العالم كله يعني راح لها وعملت نجاحات عظيمه. يعني ينفع اقول اسم؟ عادي ينفع اقول اسم، انا اللي هعمل اعلان. يعني انت علي بابا المصري. بالظبط كده. كده صح. طيب احنا في الاول كنا بنقول كده عن نفسنا حتى ان احنا جدا. علي بابا المصري. اللي ما يعرفش علي بابا بقى مش مهم، بس هنقوله. لكن سؤالي بجد، وطبعا يمكن السؤال ده متاخر جدا بعد الكلام العظيم اللي بسمعه منك، انه انت في رحلتك انت كنت مستشار في احدى الشركات الكبيره العالميه في دبي، رجعت مصر عارف بلغة الشغل كده احنا بنقول، وانت نطيت في الهواء ولا انت كنت جاي وعارف انه السوق كبير كده وهيقبل فكرتك وهيستوعبها؟
طيب الاول لازم اتكلم ان انا مش لوحدي، احنا اربع مؤسسين من باك جراوندز مختلفه، والحقيقه ان ثلاثه مننا كانوا في دبي، مش انا لوحدي، فثلاثه مننا كانوا في دبي، واحد كان شغال هنا في مصر، واحنا الاربعه كنا متفقين من البدايه ان في فرصه كبيره جدا في المجال ده، واحنا كلنا كل واحد اتعرض لحاجات مختلفه بعد ما اتخرجنا من الجامعه وبعد ما اشتغلنا في شركات مختلفه، وشفنا ان في فرصه كبيره في المجال ده، مش بس ان في فرصه، هي زي بيقولوا كده نافذه مؤقته، هو كل الناس بقى معاها سمارت فون، كل تاجر تجزئه بقى معاه سمارت فون، كل مورد بقى معاه سمارت فون، ففاضل ان يحصل بنيه تحتيه، والبنيه التحتيه دي كنا شايفينها هتيجي يعني لازم هيحصل منصه رقميه، بنيه تحتيه معلوماتيه بتتسمى كده، انه وجودها بيضمن سلامه العمليه التجاريه، بيضمن السلامه وبيأكد ان كل واحد يعرف يستفيد، ان المورد يعرف يبيع اكتر وتاجر التجزئه يعرف يشتري احسن. بذكر بقى البنيه التحتيه لازم يعني تحس ان المصطلح ده حوكمه قوي، فهل حصل تعاون بينك وبين مؤسسات حكومية بتقدم خدمات مثلا يعني التموين، تموين وزارة التموين وتجار التجزئة، هل ده في بالكو حصل؟ حصل زي conversations أو meetings مع مؤسسات حكومية، بس لسه ما نتجتش عن تعاون حقيقي، يعني مثلا اتكلمنا مع بورصة السلع لأن احنا نعتبر عندنا معلومات ممكن تفيد جدا بورصة السلع في ايه السلع اللي المفروض اللي عليها طلب اللي عليها طلب اكتر، التغيرات السعرية اللي بتحصل في السلع، فحصل قنوات مفتوحة كتير، بس احنا لسه برضو بقالنا سنتين فعارفين ان قدام شوية يمكن ده ينتج عنه تعاون حقيقي سوليد، لكن دلوقتي احنا بنفتح بقى قنوات اتصال مع كل حد. لا احنا لسه هنتقابل تاني ان شاء الله بعد ما يحصل، يعني اكيد لو الحل ده تقنيا موجود اعتقد انه ممكن يحل كمان حاجات تانية كتير. طبعا. سؤال اخير بقى يعني فضولي كده، انا كنت فاكراك مهندس تكنولوجي او اي تي، مهندس مدني. يعني احنا عارفين طبعا المهندسين بيفهموا في كل حاجه، حاجه معروفه. حاول نقول لكم كده عشان انتوا بحاسين كده الدنيا مهندسين وناس تانية. ايوه هي دي الدنيا. هل معظمكم من خلفيات بره التكنولوجي والتطوير يعني البرمجه؟ انا قلت ان احنا اربع مؤسسين، احنا ثلاثه مننا مهندسين. مهندسين؟ احنا الثلاثه ما اشتغلناش هندسه اصلا. اصلا يعني انا اتخرجت، انا اشتغلت استشارات اداريه، استشارات اداريه دي حاجه للبيزنس وللحكومات حتى، لكن هي ملهاش علاقه بان انا مهندس، هو ممكن اي حد يشتغل استشارات اداريه لو عنده المهارات المطلوبه ان هو البروبلم سولفنج سكيلز او مهارات حل المشكلات. فانا كنت مهندس مدني ماليش اي علاقه بالتكنولوجي، بس واحد مننا من المؤسسين عبد الله محب الدين اللي ماسك التكنولوجي عندنا اكشلي كان مهندس الكترونكس، فهو ليه علاقه بفيلد التكنولوجي رغم أنه حقيقه برضه ما اشتغلش مهندس. فعلا. اوكي. لا انا بسالك السؤال ده فعلا لسبب، لان انا عارفه انه في ناس كتير بتبقى عندها الفكره او الحلم لكن لعدم وجود التقنيه في ايديها بتكسل او بتنسى الفكره، وبعدين اشوفها اتعملت اقول يا ده كان عندي الفكره دي من سنتين. مظبوط. فتقول لنا ايه يعني، تقول ايه للقطاع ده اللي هو شايف الفكره بس هو ما يعرفش يعملها بايديه؟ الأول أولاً قبل أي حاجة هو المؤسسين اللي معاك، يعني أنا بشوف الأهم من الأدوات والأهم من الفكرة هو أن تبقى عارف المؤسسين اللي هيخشوا معاك في الموضوع، محدش يعني صعب جداً أنت تعمل حاجة لوحدك بغض النظر عن الحاجة دي، أنت بتحتاج عشان القدرة المالية ولا القدرة عشان المالية وعايز أقول القدرة النفسية كمان، أنت بتواجه صعوبات كتير جداً في الأول، بتحتاج أن نحتاج أن كل حد نقسم الأدوار، كل حد يعمل حاجة مختلفة، بنحتاج أن لما حد يقع التاني يقومه، يعني الموضوع ده يمكن اهم من اللي الناس ممكن تفكر فيه، انه احنا كمؤسسين مع بعض كنا بنساعد بعض ان احنا نكمل المشوار من الاول، الموضوع ما كانش سهل. احبطتوا في الاول يعني اول ما ابتديتوا كان في احباط؟ طبعا كان في لحظات معينه بنحس انه لا الفكره دي هتفشل، فيبقى في حد تاني مصمم لا الفكره هتنجح، وتعالى ايه الخوف اللي عندك، تعالى نسال 1 2 3 تعالى نجرب ونساعد بعض، ما فيش حد تقريبا عندنا في مننا يعني في الرحله دي ما فكرش في لحظه انه لا هو الموضوع مش هينفع، بس لو كان لوحده كان الموضوع هيبقى اصعب بكتير ان هو يكمل. فاهم حاجه هو المؤسسين اللي معاك، احنا كنا اصحاب نعرف بعض من 12 سنه وده يمكن كانت حاجه بتميزنا من الاول، ان احنا نعرف بعض من قبل الفكره دي، نعرف بعض من قبل ما نعرف احنا عايزين نعمل ايه مع بعض، نعرف بعض اشتغلنا مع بعض في سياقات مختلفه. كنت لسه اقول لك بس المهم تكونوا اشتغلتوا مع بعض، يعني المعرفه في الحياه غير المعرفه في الشغل. صح. لا احنا نعرف بعض وكلنا اشتغلنا مع بعض او احتكينا مع بعض بطريقه بروفيشنال في سياق معين، سواء دي كانت حتى student activities أو نشاطات طلابية في الجامعة اللي هي برضو بتخلي الناس تعرف تحتك مع بعض،
وكمان اشتغلنا مع بعض في مجال الاستشارات الاداريه مثلا مع مع بعض المؤسسين. في مؤسس منهم احنا عملنا مع بعض ستارت اب بسيط جدا في الاول، كنا بنأجر فيرتشوال رياليتي ستوديو يعني، فكنا بنعمل حاجات، فاحنا احتكينا مع بعض بروفيشنال، كنا عارفين بعض واشتغلنا مع بعض. حلو قوي، ونجحتوا مع بعض الحمد لله، ده الاجمل. انا بشكرك مهندس حسام علي لانك واحد من الناس اللي عاملين حقيقي في مجال التسويق الالكتروني شغل عالي. شكرا جدا دكتور دينا، وسعيد بالاستضافه. شكرا جدا. نورتنا، بلاجر. على مدار رحلتنا الطويلة في أننا ندور على فرص للنجاح، بنلاقي ناس دورت ووصلت وسبقتنا. دي كانت حلقتنا النهاردة من شغل عالي. لمشاهدة محتوى اللقاءات كاملا وتفاصيل ودردشة عن كل الشغلانات وكلام كتير من كبارات في كل شغلانة وفرص حقيقية لتطوير نفسك ومهاراتك وإيدين ممدودة تساعدك، تابعونا على